دعا وزير الصحة توفيق ربيعة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى للوالدين، وذلك بعد وقت قصير من نشر وزارة الصحة لقصة مؤلمة عن شاب نقل العدوى لوالده مما أدى لوفاته بسبب معاناته مع مرض القلب. وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: اقترابك يضرهم وقطيعتك تؤذيهم. أضاف: من البر بالوالدين أن لا تهجرهم، فزيارتك لهم تسعدهم، على أن تترك مسافة بينك وبينهم مع عدم تقبيلهم وارتداء الكمامة عند الحديث معهم. واختتم رسالته بقوله: أرجوك حافظ عليهم لتفرح دوما بقربهم.